ولمعرفة آخر التطورات الميدانية في وادي عمران ينضم إلينا من أبيان مراسلنا عثمان عامر. إذن عثمان، ما الجديد لديك وهل من تفاصيل بشأن العملية الأمنية في وادي عمران؟ منذ انطلاق العملية الأمنية باتجاه وادي عمران حققت نجاحات كبيرة جدا. استطاعت الحملة الأمنية من الدخول إلى الوادي وتنفيذ المرحلة الأولى وهي عملية الاقتحام، والآن يتبقى عملية تأمين الوادي ونزع المستجرات والعبوات التي أبطأت من حركة القوات وتقدمها إلى العمق الأكبر، وتأمين منافذ المداخل التي تربطه بالمحافظات الأخرى. معلومات وصلت إلينا من هناك من قيادة الحملة الأمنية، عناصر كثيرة جدا من العناصر القاعدة انسحبت من الوادي، ولكن العائق الكبير أمام القوات هي العبوات الناسفة والمتفجرات التي تم زرعها في الوادي بشكل عشوائي، والتي أخرت من تأمين وتصفية كامل الوادي. لا تزال إلى هذه اللحظات عملية تمشيط الوادي بالكامل من أي عناصر أو من أي عبوات وأخطار قادمة قد تلحق بالمجندين والأفراد الذين يقومون بتمشيط الوادي. هناك عدد من الجرحى وعدد شهيد سقط يوم أمس منها في عملية تفجير عبوات ناسفة، ولكن اليوم لا جديد في هذه التطورات، ولكن العملية التأمين تمضي على قدم وساق في وادي عمران وما حواليه، ويتم تأمينها بالكامل للانطلاق إلى الخطة المدروسة عليها والمتفق عليها من قبل قيادة حملة سهام الشرق. شكرا جزيلا لك عثمان عامر مراسلنا من أبيان.